انت اسمك سميه؟ تسمع كيف واحده سميه مسلي ولا بنتها؟ بنت ايش يا بنت سميه؟ شو اسمها بنت؟ ياسمين. ياسمين هي القصه نتاع امك، هي امك مش تاخذها توا اخذتها، ولكن نحب نزيد نسالك سؤال يا سميه، انت ولا اي واحده من اخواتك كلكم لكم الكبار الاخوات كلكم، شو اسمها بنتك سمحتي؟ ياسمين. ياسمين ما شاء الله. وانا عندي ياسمينة منها وياسمينة منها تحت الياسمينة في الليل. السؤال هو التالي، سمية بنت الخباز اعطيها لامك الجايز، شكون المرأة هذه؟ هي ام من وزوج من؟ الكبار ولا الكبار؟ ام عمار وزوجة ياسر، وهي اول شاهدة. اول شاهدة بل هيك القصة نتاعها، وعندك سؤال اخر عجبتك القصة هذية وهدية ليك أعطيها ولدي هدية. أختي شو اسمك؟ أختي سعاد. أختي سعاد تفضل. أسعد أن الله بالإسلام ونصرته إن شاء الله وهداية أبنائنا. هاي هيك شو اسمها البنوتة هذي؟ نعم؟ مريم. تصفيق على أختنا سعاد على قدر هدايتك القصة، يعطيك الصحة. باهي شو اسمها تقرأ أنت مريم في المدرسة؟ عنوانها شنو هي القصة اللي خذيتها؟ صفية بنت عبد المطلب. هذه بنت عمت بنت صفية بنت عمت الرسول، اي عمت الرسول صلى الله عليه وسلم. شكون ابنها؟ عندها ابن مشهور، سؤال للجميع للكبار. ولد صفية ولد عمت الرسول مشهور ياسر من الصحابة المبشرين في الجنة العشرة. شكون جاوبني؟ فما شكون من داخل جاوبني؟ سمعت صوت مانيش عارف من الجاني وصحيح. اختنا شو اسمك اختي انت؟ الزبير بن العوام. صفية هي ام الزبير بن العوام. باهي تفضل. تفضل اختي. اسمك اختي انت؟ عايدة. تفضلي. عايدة. نفعك الله بالعلم والحلم ان شاء الله اختنا عايشه. زبير ابن العوام ابن صفيه. سؤال اخر، من زوجة الزبير؟ العائله خلينا نتعرفوا على العائله من البدايه. لا عاد انت خذيت نصيب الاسد، اما كانت تحب تاخذ تهدينه مساج كان ما لقيتوش خلي هي تجاوب وتهدينه. اسمع اختي، اختي سامحني الاسم اختي ام ياسمين اختي سعاد. باهي خلي هما يجاوبوا، كان ما جاوبوش جاوب انت مثال. باهي شنو سؤالي انا كان؟ من زوجة الزبير ابن العوام؟ امراه شهيره ياسر في الاسلام ويحب الرسول برشا واعطاها كنيه ومع الاسف الشيعه يشتموا بها وينعتوا بها بالفساد وبالزنا والعياذ بالله. اللي كان يحكي عليه خونا طارق على خاطر صحيح هما بناوا المهديه، ولكن حاليا قاعدين يسبوا بالصحابه وبسيدنا ابو بكر وعمر وعثمان ويشتموا بالسيده عائشه في صلاتهم يصليوا.